وأيضا أجعل الأبدية في قلبهم، أجعل الأبدية في قلبه التي بلاها لا يدرك الإنسان العمل الذي يعمله الله. من غير الأبدية اللي في قلبنا مش هيدرك العمل اللي عمله الله من البداية للنهاية. ده جامعة 3 إيه 11. يعني ايه الكلام ده؟ الأبدية جوا الإنسان. الكلام ده من أيام اليهود، هيخليها جوينا. ما هي الأبدية؟ الحياة الأبدية، حياة التنعم مع الله. من غيرها الإنسان مش هيدرك عمل الله من البداية للنهاية. ما هو عمل الله من البداية؟ إنه واجه والسلب ومات وجمع عشانها. طيب إيه لو أنا ما جوايش الأبدية؟ يعني ربنا ضعوا قلوبكم على طريقكم، ضعوا قلوبكم على طريقكم. طيب لو انا ما كانش جوايا الابديه مش هدرك ايه عمل الله. لو انا ما جوايش ربنا مش هدرك. وقلنا تاني امبارح لو الله ثبت فيا هطلب منه طلبات صح، مش هطلب منه يا رب انا عايز اموت فلان وفلان واخد ورثهم واقوم اعمل ثوره واسرق الناس، لان انا هطلب صح مش هطلب ظلم. وحكينا حكاية اللي هو راح صام وزيدي جات له رحصون فول وطعمية فصام فجعل رسمه، لانه طالب من ربنا ظلم، طالب من ربنا ان هو ما يعملش اللي قال عليه. خلاص جمعة 3 11، جمعة 3 11. لو الابدية جواك اللي هي ربنا هتعمل ايه جوا قلبك؟ هتدرك ايه هو عمل الله. مين اللي يفهم من غير ما ربنا يفهمه؟ استحالة. كتير يا ما بنقرا حاجات وما بنفهمهاش لحد ما ربنا في الوقت اللي هو عايزه والناس اللي هو عايز يفهمها بيفهمها. الجمعة 3 11. اوكي الله يعطيكم فهم يفتح عين قلبك وتأمنوا بيه وتقبلوا الابن.